السلام عليكم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شويه الجزء الثالث، هنتكلم فيه عن البوستيريور ريفايتس والاندوفسالمايتس والبانوفسالمايتس. البوستيريور ريفايتس يبقى عباره عن انفلاميشن هتحصل في البوستيريور سيجمنت اللي هو عباره عن الكوريد، وممكن الانفلاميشن اللي تحصل في الكوريد توصل كمان للريتنا بما انهم قريبين من بعض، والبلاد فيسل كمان اللي بتغذيهم فيحصل فاسكولايتس كمان. تمام. في العموم الاشهر ما بيجيش كوريد لوحده، بيجي ايه؟ كوريد وريتينايتس عموما. يعني انواعه او انواع الاتيولوجي يعني في منه انفكشس ونون انفكشس. تمام. الانفكشس زي ما احنا عارفين هناك من ايه؟ من الاريدوسايكلس، والنون انفكشن نفس الاسباب بالظبط. تمام. فمش هن ايه؟ مش هنتكلم فيها. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، السيمتوم بتاعتك عندنا سيمتوم وساين. السيمتوم لو يعني ده الايه؟ ده الايبولايت، وده الايه؟ ده الماكيولا، وده الايه؟ وده الكرويد. لو الانفلاميشن حصلت بعيده عن الماكيولا، يعني حصلت مثلا هنا كده بعيده عن الماكيولا، فالشخص ده بيكون اسيمتوماتيك، ما بيعرفش انه اصلا عنده كرويدايتس. تمام. يعني ليه اسيمتوماتيك؟ مش انفلاميشن يبقى يكون معاها بين والشخص يحس بين؟ لا، ما هو الكرويد بيكون بينلس. طب والريتنا يا عم، انت بتقول لي كرويد الريتينايتس برضه بينلس. الريتنا بتعبر عن نفسها بفوتو، يعني تضربها تطلع لك فوتو. زي ما نقول دلوقتي هيحصل الشخص ده ايه؟ هيحصل فوتوبسيا، يعني شوف زي كشافات نور كده، هيحصل ايه؟ فوتوبسيا. يبقى اول مرحله لو الانفكشن او الانفلاميشن بعيده عن الماكيولا، يبقى الشخص ده اسيمتوماتيك، يعني ايه؟ بينلس. يبقى اول حاجه. تاني حاجه بيكون بيشوف فوتوبسيا، بيشوف ايه؟ بيشوف ايه يا ربي؟ بيشوف هالات كده او كشافات من النور كده، فلاشات من النور كده قدامه، اسمها ايه؟ فوتوبسيا. يبقى اول حاجه مش اسيمتوماتيك، بقى نقول بينلس بدل اسيمتوماتيك دي، نقول بينلس احسن. تمام. يبقى بينلس وفوتوبسيا لو بعيده عن الايه؟ بعيده عن الماكيولا. طب لو ضربت بقى الماكيولا، يبقى اول حاجه هي بعيده عن الماكيولا فعملت لي ايه؟ بينلس، بتكون بينلس وفوتوبسيا. تمام زي الفل. طب لو ضربت بقى الماكيولا او الانفكشن او الانفلاميشن ديت وصلت للماكيولا، هتعمل لي بقى شويه حاجات. ممكن تصغر الصوره، او تكبر الصوره، او انها تغير خالص في الصوره. يعني ايه تصغر الصوره؟ يعني الشخص يشوف الناس اللي واقفه دي عباره عن اشكال كرتون صغيره، فهتعمل لي حاجه اسمها مايكروبسيا. مايكروبسيا يبقى اسمها مايكروبسيا. تكبر الصوره اسمها ماكروبسيا، او تغير خالص في الصوره اسمها ميتامورفوبسيا. تمام. يبقى تصغر مايكروبسيا، تكبر ماكروبسيا، تغير خالص يبقى ميتامورفوبسيا. تمام. تمام. ايه تاني اللي ممكن يحصل؟ قال لك ممكن يحصل حاجه اسمها سكوتوما او البوزيت سكوتوما. سكوتوما يعني الشخص ده يشوف زي نقطه سودا كده، بقع سودا او لطشه سودا كده بالظبط قدام عينه. تمام. دي بنسميها بوزيت سكوتوما. تمام. برضو انت بتقول لي الماكيولا اتضربت فيحصل دروب اوف فيجن. يحصل ايه؟ دروب اوف فيجن. والماكيولا يحصل فيها إديمة، ويحصل حاجه اسمها فيترايتس، اسوشيتد فيترايتس، مش فيرايتس، فيترايتس. تاني قلت لك ايه؟ الماكيولا تتضرب فيحصل فيها إديمة. نبدا ايه من ايه اللي يحصل في الماكيولا؟ يحصل فيها إديمة. ايه تاني؟ الماكيولا لما تتضرب فيحصل بقى ايه؟ شويه حاجات في الصوره بقى، تكبر تصغر تتغير، تكبر تصغر تتغير. ايه تاني؟ يشوف حاجه سودة كده بنسميها سكوتوما، اسكوتوما. وممكن يحصل حاجه اسمها فيترايتس. بس كده السيمتوم اللي بتحصل. طب بالنسبه للساين، لو كانت ايرلي بنسميها اكتف فوكس. لو ايرلي اكتف فوكس، اما لو ليت جاي متاخر يعني بنسميها هيلد فوكس. يبقى الاكتف فوكس وده هيلد فوكس. الاكتف فوكس بتكون لسه بتبدا، فبتكون ال ديفايند، اي حاجه عشوائيه كده ال ديفايند، وبيكون الفيتراس فيه انفلاماتوري سيل او هيز، بنسميه فيتراس هيز، يعني مليان انفلاماتوري سيل على ريتينال اديما. تمام. يبقى الاكتف فوكس بتكون لونها يلو، وبتكون ال ديفايند، ولسه الفيتراس بقى مليان انفلاماتوري سيل بنسميه فيتراس هيز، والريتينا فيه ريتينال اديما. اما الهيلد بقى بيكون لا، اللي بيكون ليها بيجمنتد ايدج، بيبدا بقى ان هي تاخد شكلها، بيكون لها بيجمنتد ايدج ويز كلير فيتراس. يبقى تاني بتكون كلير ايدج، قصدي وايد بيجمنتد ايدج او بيجمنتد ايدج ويز كلير فيتراس. تمام. تمام. بيقول لك ان البوستيريور ريفايتس كود بي ان فورم اوف ريتينو. ماشي، ممكن تبقى في شكل ريتينايتس، كليرايتس، فاسكولايتس، الحاجات دي كلها ما عندناش مشكله، احنا لسه قايلين قلناها في التعريف فوق. انواعه بيقول لك في ديفيوز كليرايتس، مالتي فوكال كرودايتس، ومش عارف. تعال نشوف الصوره احسن. ده شكل الكرودايتس اهوت. ممكن الكرودايتس ده يكون ديفيوز، يعني متنطور كده، واحده هنا وواحده هنا ومش عارف ايه والكلام ده. الحاجات اللي هي البيضه ديت، اللي هي الفوكال، اللي هي الاكتف فوكال ديت، الاكتف فوساي ديت، دي ايه؟ ده عباره عن الكرودايتس. ممكن قد تكون ديفيوز زي ديت مثلا هنا وهنا وهنا، دي اسمها ديفيوز. او قد تكون عباره عن واحده بس من اللي هي فوكال لوكالايزد كرودايتس، مثلا لوكالايزد كرودايتس. او ممكن تكون ايه؟
احنا قلنا في ديفيوز، وممكن تكون فوكال يعني واحده بس، وممكن تكون مالتي فوكال يعني واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، تمام. طب ايه الديفيوز؟ ما انت كده قلت لي الديفيوز زي المالتي فوكال. الديفيوز يعني واحده كبيره بس ملهاش حدود معينه يعني، تمام. يبقى الاشكال بتاعه الكروديتس مالتي فوكال، فوكال، ديفيوز، تمام. ده سريعا كده الايه البوستيريور فايتس، تمام. اهم حاجه بس السيمتوم بتاعته، الحاجات بتاعه الميتوفورموفسيا والميتومورفوبسيا والمايكروبسيا والحاجات دي كلها برضه ايه نبقى عارفينها يعني. والاكتيف فوكس بيكون ايه، بتكون لينها يلو الديفايند والفيتراس سهيز. اما الهيلد فوكس بتكون ويل ديفايند وبيجمنتد ايدج وكلير ايه كلير فيتراس. بالنسبه بقى لايه للاندوف سالمايتس والبانوف سالمايتس، اندوف سالمايتس هي عباره عن acute suppurative inflammation بتحصل جوه العين. acute suppurative inflammation جوه العين، يعني جوه العين يعني بتاخد كل مكونات العين من جوه ما عدا الاوتر كوت، ما بتاخدش الاوتر كوت. الاوتر كوت اللي كان بيتكون من الكورنيا والكورنيه والسكليري والسكليرا، الكورنيه والسكليرا، ومعاهم التينون كبسول. التينون كبسول ده اللي بيكون محوط العين من بره، محوط السكليرا من بره، بنسميه التينون كبسول. يبقى الاندوفسالمايتس ده عباره عن acute inflammation، acute suppurative inflammation بتحصل فين؟ بتحصل في كل مكونات العين ما عدا الاوتر كوت اللي هو الكورنيا والسكليرا والتينون كبسول اللي ايه اللي بيكون مغطيهم، تمام. طب الاسباب بتاعتها انفكتيف وايه ونون انفكتيف. انفكتيف قد تكون الانفكشن جايه من بره اكسوجينس او جايه من جوه اندوجينس. انفكتيف ونون انفكتيف، فين انفكتيف؟ نون انفكتيف اهي. والانفكتيف الانفكشن دي قد تكون اكسوجينس واندوجينس. اكسوجينس يعني انا اللي دخلت الانفكشن، انا اللي دخلت الانفكشن ازاي؟ بعد العمليه، ودي اشهر حاجه بعد العمليه، ودي اشهر حاجه مثلا الاجهزه الالات اللي انا بستخدمها كانتش متعقمه وكده. وقد تكون البوست اوفر دي اكيوت بعد العمليه مثلا باربع ايام او لو اتاخرت يعني. ديليت بتحصل افتر جلوكوما سيرجري، افتر جلوكوما سيرجري. او مثلا بوست تروما، واحد مثلا خد خبطه في عينه، او مثلا حصل برفريشن نتيجه الكرانيال السر، برضو الكرانيال السر كانت الايه ممكن الانفكشن تدخل. يبقى الاكسجينس ثلاث حاجات بحرف البي، بوست اوبرتيف، بوست تروماتيك، برفريشن. بوست تروماتيك، بوست ايه، بوست تروماتيك او بوست اوبرتيف، بوست تروماتيك وبرفريشن اوف الكرانيال السر، تمام. الاندوجينس يعني تكون جايلك من مثلا سيبتك فوكس موجود عندك في الجسم زي الايدز، التي بي، زي اي حاجه موجوده عندك في الجسم. طب نون انفكتيف برضه بيقول لك ايه، بوست اوبرتيف سترايل اندوفسالمايتس، يعني مثلا ايه جلاف باودر، الحاجات اللي انت ممكن تكون بتستخدمها في العمليه والكلام ده ممكن هي اللي تعمل لك الايه الاندوفسالمايتس. يعني حاجات هي حاجات سترايل ولكن ايه ممكن تدخلك في ايه في انفكشن، تمام. ممكن يتجمع على انفلاميشن يعني تعمل لي انفلاماتوري سيل وتدخلني بباصو كده. طب الكوزاتيف الايجنت زي البكتيريا زي مين؟ مش هنتكلم عليهم يعني. بيقول لك الاستاف والستريبت وكده، الفانجاي زي الكاندايدا والاسبرجيلا، ممكن تست ايه تقرا. طب الكلينيكال بيكتشر او السيمتوم، طبعا الشخص ده ايه عنده انفكشن، يبقى جنرال سيمتوم الاول اللي هو فاهم، تمام. وبعد كده لوكال سيمتوم يعني سيفير بين، العين بتاعته يبقى فيها سيفير بين وسيفير هيدك ولوس اوف الفيجن، ممكن توصل لحد ما يشوفش خالص، نو بيرسبشن اوف لايت، تمام. يبقى سيفير بين وسيفير هيدك ودروب فيجن، ممكن توصل لايه نو بيرسبشن اوف لايت. طب الساين نفس اللي كانت موجوده مع اليوفايتس والكرانيال السر، يعني الاي ليدي بيحصل فيه ايديما، الكونجي يحصل فيها كيموزس، سيلري اند كون، يعني بيحصل فيها النوعين اهو سيلري وكونجيتيفال انجكشن. اما في السبيوت كان بيحصل فيها بس ايه سيلري انجكشن. الكرانيه بيحصل فيها ايه كي بي زي اللي احنا قلناها، بتكون هيزي موجوده مليانه انفلاماتوري سيل يعني. الانتيريور تشامبر بيكون فيها هايبوبيون، هنا بيكون نون ستيرايل نوت ستيرايل، اما في السميدوت كان بيكون ستيرايل، في اليوفيتس بيكون ستيرايل، خلي بالك من دي برضه. الفاندس بيعمل يلو ريفلكس، انا بقول لك في كتله من البص فالضوء يدخل يجي ينعكس كده يعمل لي ايه يلو ريفلكس، بنسميه ايه يلو ريفلكس، تمام. برضه حاجات عاديه خالص. الانوستيف سيمتوم يعني حسب بقى، لو هي بكتيريا فبتبدا بسرعه تاخد اقل من اسبوع، لو فانجل لا بتاخد من اسبوع لاسبوعين، او بتعمل لي حاجه اسمها سب سنو بولز ان الفيتر، يعني بتعمل لي زي كتل ثلج كده في الفيترس. لو ستيرايل لا بلاقي مثلا ايه مثلا السبونج او البودر او الحاجه او الجل او الحاجه اللي انا كنت مستخدمها الاقيها في الايه في العين يعني، تمام. انا بقول لك في اثناء العمليه مصر الفيترس استنى الحته بتاعت النون انفكتيف اهي، قلت لك ان انا ايه ممكن الكيميكال زي الجلاب باودر والحاجات دي كلها ممكن ايه تفضل موجوده في العين يعني، دي في حاله الاسترايل، تمام. طب ديفرنشال دايجنوز او الاول ايه الكومبليكيشن. الكومبليكيشن ممكن الاندوفسالمايتس يقلب لبانوفسالمايتس، ياخد ايه يوصل للكرني والسكلير، ممكن يعدي يرجع لورا فيعمل لي اوربيتال سيلولايتس، او يروح يعمل برين سبريد ويعمل لي كافيرنس ثرومبوزس، او يهيل
هي الباي فيرو هي الباي فيبروزس ويعمل لي فيسز بالباي. خلي بالك من دي برضو، هنا الاندوفثالمايتس هي ويز فيسز بالباي، اما اليوفيتس كانت بتعمل لي اتروفيا بالباي. ايه الفرق ما بين الاتروفيا بالباي والفيسز بالباي؟ اتروفيا بالباي ان العين بتكش ولكن بتبقى نفس المكونات بتاعتها محتفظه بشكلها، تمام؟ اما الفيسز بالباي العين بتكش وشكلها بيتغير، يعني دي مش شكل العين خالص، تمام؟ هناك كان بيحصل اتروفيا بالباي، هنا بيحصل فيسز بالباي، تمام؟ الديفرنشال دايجنوز بيبقى شبه البانوفثالمايتس والريد اي، ده برضو واحد من الريد اي يعني. المانجمنت لازم لازم هوسبيتاليزيشن، انا بقول لك بيبقى عندك سيفير بين سيفير هيديك، ممكن يقلب لبانوفثالمايتس او حتى يدخلك لايه لكافيرنوس سيرس ثرومبوزس او يدخل على المينينجيز، يبقى هوسبيتاليزيشن. وبعدين بقى تاخد عينه مثلا وتعمل لي كالتشر، وبرده تاخد اي بي سكان عشان تشوف اي باثولوجي موجود فين في الفيترس، تمام؟ طب العلاج، يلا عاوزين بقى نعالج. if the vision is perception of light، يعني لو شخص عنده perception of light تبدا تعالج، انما no perception of light فالعلاج ملوش اي 30 لازمه كده، تمام؟ انما هتعمل ايه لو no perception of light؟ اهو بتدخل تشيل كل مكونات العين بقى، تمام؟ بتشيل بقى الباص بالريتنا بالليله دي كلها بتشيلهم. افستريشن ممكن بصمه جزئيه، اي يعني اكسترا يعني اكزيشن يعني تشيل، فيزريشن يعني الفيزرا اللي موجوده جوه العين، يعني ايه يعني انت كده بتشيل المكونات اللي جوه العين، تمام؟ افستريشن بتشيل كل مكونات العين، بيكون افضل من الاوكيليشن لان الاوكيليشن بيحصل معاه سبريد للانفكشن ممكن يوصل للمخ، تمام؟ نرجع تاني، لو ايه لو البيرسبشن اوف لايت جود بيتر، يعني لو في بيرسبشن اوف لايت بنعمل ايه؟ بنبدا بقى ان احنا لو بكتيريا نعالجها بي سي ايه بانتيبيوتيك. طبعا بنعمل فيتريكتومي، لازم نعمل فيتريكتومي عشان الفيترس ده مليان بص، فالبص ده مهما اعمل اللي هيفضل موجود في الفيترس، فلازم اعمل فيتريكتومي واعمل انترا فيترال ايه فيتريال انتيبيوتيك، لازم احقن الانتيبيوتيك ده في الفيترس. بدي ايه؟ بدي فانكومايسين وسيفتازيم، مهمين جدا، فانكومايسين وسيفتازيم، تمام؟ وبرضه ممكن ادي توبيكال او سبكونجيفال فانكومايسين وسيفتازيم، يعني بديهم ايه؟ ممكن اديهم احقنهم جوه العين انترا فيتريال، او ممكن اديهم سبكونجنكتيفال برضه يعني. ممكن برضو ادي سيستماتيك انتيبيوتيك زي السيبروفلكسازين، بس اهم حاجه الفانكومايسين والسيفتازيم، والسيفتازيم بديهم انت انترا فيتريال او ايه او سب كونجكتيفال، اما السيبروفلكسازين بديله ايه سيستماتيك. معلش عشان ده تالت فيديو اسجله ورا بعض وحاسس ان دماغي هيز خلاص. اما لو فانجل بقى بعمل برضو فيتريكتومي وبدي امفيتروسين بي، بحقن في الفيتريال في الفيتراس امفيتروسين بي، بحقن ايه امفيتروسين بي، تمام. وقلت لك اهوت لو في نو بيرسبشن اوف لايت بعمل فيستريشن ويكون افضل من الاوكيليشن. ده سريعا كده الاند اوف سالمايتس، تمام؟ ده الايه الاند اوف سالمايتس، اعتقد ان شاء الله يعني مجرد بس ان نذكرها مع بعض وتحفظ اسامي الادويه لانها مهمه جدا. البانوف سالمايتس زي الاند اوف سالمايتس بالظبط، ولكن بياخد كل طبقات العين، يعني حتى السكليرا والايه السكليرا والكورنيا والتينون كبسول كمان. طب الكوزف اورجانيزم نفس الكلام اللي هناك بالظبط، ولكن الحاجات اللي هي الاكسجينس تعمل لي اكتر بانوف سالمايتس، يعني الاسباب الاكسجينس اللي هي بوست اوبراتيف بوست تروماتيك وبرفريشن اوف الكرانيال السر تعمل لي اكتر بانوفثالمايتس. ليه؟ لانها جايه من بره فهتيجي تضرب كل طبقات بتاعت العين كلها وهي جايه، اما الحاجه اللي من جوه هتاخد بس طبقات العين من جوه يعني. فالاندوفثالمايتس او الاندوجينس كوز بيكون اكتر مع الاندوفثالمايتس، اما الاكسجينس كوز بيكون اكتر مع البانوفثالمايتس. الكلينيكال بيكتشر سيمتوم ساين، سيمتوم ايه زي البانوف زي الاندوفثالمايتس هناك بالظبط، اللي هو ايه الليد يحصل فيه يكون يحصل فيه ايديما، الكونج يحصل فيها كيموزس، مش عارف مين يحصل فيها كيبيز وحاجات دي كلها. فنفس الكلام والفيجن بيحصل نو بيرسبشن اوف لايت، دي مهمه جدا، الشخص ده بيتعمي، يبقى في البانوفثالمايتس الشخص بيكون اعمى، نو بيرسبشن اوف لايت، تمام؟ وبالتالي نو بيرسبشن اوف لايت انت عارف كده هنعالج ازاي، هنعالج بافستريشن على طول، تمام؟ الساين نفس الساين بتاع الاندوفثالمايتس، بس هنا اهم حاجه الشخص ده بيكون معاه بروبتوزس، الشخص ده بيكون معاه بروبتوزس، لان الانفكشن الباص بيكون بقى رجع لورا وبيضغط على العين، يعني بيكون حوالين المسل بقى والكلام ده فبيضغط على العين. برضو ايه قلت لك بيحصل اوفثالموبليجيا، كل العين بتتضرب، تمام؟ نفس الكلام بالظبط يعني. الكومبليكيشن نفس الكلام بتاع الاندوفثالمايتس، يعني ممكن ايه ممكن يطلع على العين، ممكن قصدي يروح يعمل لي كافيرنس ساينس ثرومبوزس، ممكن يعمل لي اوربيتال سلايتس مننجايتس، الكلام ده كله يعني. ديفرنشال دايجنوزس الاكيوت بينفول بروبتوزس، الحقيقه الحاجات اللي بتعمل بروبتوزس ارجع كده للتوتوريال كان فيه الثايرويد اي ديزيز والكافيرنس ساينس ثرومبوزس والاوربيتال سلايتس، الثلاثه هم ورا بعض كانوا بيعملوا فعلا بروبتوزس، ولسه قايلين دلوقتي البانوفثالمايتس والاندوفثالمايتس. الاندوفثالمايتس بتعمل بروبتوزس، الحاجات دي مهم. وريد اي سيندروم التريتمنت افستريشن، افستريشن مش انوكيليشن، لان لو عملت انوكيليشن ممكن الانفكشن بيحصل اكستنشن للانفكشن عن طريق الاوبتيك نيرف يعني وتوصل للمخ، يبقى كده انت ما عملتش حاجه. كده الحمد لله احنا خلصنا.
بعتذر عن الإطالة، 3 أجزاء أنا عارف إنهم كتير جدا، بس إن شاء الله هنكون فسرنا كل حاجة ما سبناش حاجة. وبالتوفيق بإذن الله.